يقدروا عشان الكورونا وقعدنا في البيت كتير وقعدنا نتفرج على التلفزيون من وقت الكورونا بين انك ايه لخبطت في التلفزيون. انا عايزه اقول لكم ان انا نباتيه ما باكلش ولا فراخ سلاتي ما فيهاش ولا فراخ ولا لحم فيها عيش حتى سمك قليل لما اكل سمك باكل خضار وجبن زبادي بيض يعني اكل ضعيف جدا.